يقول السائل: إذا التزم أو إذا ألزم الإنسان نفسه بشيء مباح بصيغة النذر، كأن يقول: نذر علي إن عصيت الله ألا أفعل كذا وكذا مما يحبه، هل يعد هذا نذرا وهل فيه كفارة؟ إيش يقول؟ يقول: إذا ألزم الإنسان نفسه بشيء مباح بصيغة النذر، كأن يقول: لله علي نذر إن عصيت الله ألا أشتري كذا وكذا مما يحبه، يقول: هل يعد هذا من النذر وهل فيه كفارة؟ الكفارة فيه كفارة، ولكن لا يفي، لأن هذا تحريم حلال، نذر أن لا يشتري الحلال أو لا يأكل الحلال لا يجوز هذا، عليه كفارة يمين. نعم.